زي ما بيقولوا كده يبقى في كيمياء مشتركة. بالظبط. فخليني الأول أوضح للبنات وللشباب إزاي أعرف نفسي. لازم قبل يعني ما ده أعرف سؤال اللي مهم قدامي جدا فعلا، أعرف نفسي أنا الأول، اكتشف نفسي. بالظبط أنا بحب إيه وما بحبش إيه. يعني الشاب اللي بيقول أنا والله عايز واحدة بنت حلال، أوكي اي طب اتس صوت أوكي، يعني بعد كده بالظبط إيه هي؟ أول حاجة أعرف بيها نفسي القراية، ودي الحقيقة يعني حاجة مهملة شوية في الجيل الجديد، تمام. لكن القراية بتخليني أعرف نفسي أنا بحب أقرأ في إيه. لو مسكت رواية وقريتها أكيد هلاقي في شخصيات الرواية حد فيه شبه مني، صحيح، وحد تاني فيه شبه من جاري أو قريبي أو صاحبتي أو كده، أو لفت انتباهي مثلا شخصية جوه الرواية لفتت انتباهي وقفت عندها. والشخصيات اللي جوه الرواية في منهم صفات مختلفة، الصفات المختلفة دي هتعرفني زي بالظبط صاحبتي وجارتي وزميلتي في الشغل، ايه مقارنة الصفات اللي يعني انا يا دكتور؟ بحبها وايه الصفات اللي انا ما بحبهاش. انا كده هحط ايدي على الصفات اللي انا بحبها والصفات اللي انا ما بحبهاش، اوكي؟ تمام، اوكي. بعد ما اعرف الصفات اللي انا بحبها اقول ايه؟ ابتدي احدد مع نفسي، اكتب كده 6 صفات او 7، الصفات دي انا عايزاها تكون موجودة في شريك حياتي. طيب لو جالي واحد فيه مثلا 4 من 7 اعمل ايه؟ ايه والله ما فيش مشكلة ان انا اخد 4 من 7، بس في الحالة دي الثلاثة اللي مش موجودين اقبلهم،